من دون ملل أو كلل، ورغم برودة الطقس وسقوط الأمطار، يواصل النشطاء البحرانيون منذ أكثر من عامين اعتصامهم أمام السفارة السعودية كل أربعاء وسط العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على احتلال القوات السعودية للبحرين والانتصار على الظلم. نحن هنا نقف ونقول للعالم كله: هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة، وسنقاوم إلى نصر البحرين، إلى أن تتحرر البحرين بعونه تعالى. في 14 من مارس لعام 2011 اجتاحت البحرين قوات سعودية بطلب من ولي عهد النظام الحاكم في البحرين سلمان حمد الخليفة لإخماد الثورة بالقوة، حيث أكدت تقارير مختلفة تورط القوات السعودية بشكل مباشر في عمليات القمع والقتل، كما شاركت بهدم أكثر من 38 مسجداً. المعتصمون الذين أكدوا فشل القوات السعودية في مهمتها رفعوا شعارات رفضوا من خلالها هذا التدخل، وأكدوا على أن النظام السعودي شريك في جميع الجرائم التي ارتكبت بحق شعب البحرين، وطالبوا بخروج القوات السعودية وبرحيل آل خليفة من أرض البحرين. كما رفع المعتصمون شعارات رفضت الالتفاف على مطالب الثورة، وجددوا عدم ثقتهم بدعوة النظام الأخيرة الجمعيات السياسية للدخول في جولة حوار جديدة. Soldiers leaving our Bahrain and we leave to Bahrainians themselves, our Bahrainians themselves, and we have to decide for themselves. You know. That's why we carry on the protests, we carry on our support to our people on the ground over there, and we never give up.